تشتغل عليها المجالس الجماعية خلال المدة الانتدابية 2021-2027، وتم التأكيد بأن مصلحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وتخصنا ندخلوا ديك المرحلة ديال الانتخابات والتجاذب والتقاطع، ولننطلق إلى مرحلة الاشتغال والتركيز على القضايا التنموية للجماعة. كان في 15/2021 كذلك لقاء في مدينة العيون بقدور السيد المدير الإقليمي للتعليم، كما كتعرفوا أن مدة امتداد هذا المجلس صادف انطلاق ديال الموسم الدراسي، واللي عرف مجموعة كذلك ديال التعثرات في الانطلاقة ديالو، خصوصا فيما يتعلق بالإيواء ديال التلاميذ الداخلية. 12/10 بالتنسيق مع السلطة المحلية ومع الساكنة المحلية كان خدمنا واحد التكبير في المسألة ديال المسيل المقابلات واللي دار فيها مجهودات كبيرة من طرف المجلس الجماعي، من طرف كذلك السلطات المحلية، ومن طرف كذلك حتى المواطنين المستفيدين، واللي كانت اجتماعات متتالية واجتماعات كثيرة، وتم التغلب على هذا المشكل اللي كان كيبدو من خلال مجموعة ديال المعطيات الميدانية، لأن المشكل ديالو حل صعيب باش أنه يتحل، ولكن الحمد لله التضافر ديال الجهود ديال الجميع وصلنا أننا نضمنوا التزود الطبيعي بالماء الصالح للشرب. ونذكركم بأن تعقدت مجموعة ديال اللقاءات 12/10 19/11 إلى غير ذلك، مجموعة ديال اللقاءات تتعلق بتدبير هذه النقطة المائية ديال مسيل. دائما في قطاع ديال الماء تم عقد لقاءات متكررة مع مجموعة ديال المستفيدين، خصوصا دوار ولا البربعة، واللي تم حل المشكل ديال جوج ديال الدواور اللي ما كانوش باغيين ولا ما ماشيينش في نفس الخط ديال الاستفادة من الماء الصالح للشرب، ولكن تم كما نقولوا بالتي هي احسن والتوافق تم اقناع الناس باش انهم يستمروا في العمليه ديال التجويد داخل نفس الجمعيه اللي هي جمعيه ولا البرعه. دارت مجهودات كذلك تتعلق بتزويد دوار سيدي ميمون بالماء الصالح للشرب، تم عقد مجموعه ديال اللقاءات مع المواطنين، كنهضر على اللقاءات الميدانيه والتواصل، ومجموعه ديال المجهودات المبذوله من طرف لا المجلس ولا السلطه المحليه ولا الساده المكلفين بالقضايا ديال الماء، باش ان نضمنوا الاستمرار ديال تزود دوار سيدي ميمون بالماء الصالح للشرب. دائما بقطع ديال الماء المجلس الجماعي شرح على واحد العمليه مهمه جدا اللي هي توطين الحنفيات العموميه منطقه سيدي موسى، اللي عرفت اعتقد 6 ديال الحنفيات العموميه اللي الان وصل الماء لسيدي موسى ولاو كيتزودوا بشكل طبيعي، وبتعاون وتضافر الجهود لا ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولا ديال المجلس الجماعي ولا ديال المستفيدين. سيدي موسى كنذكر بان باقي واحد الدوار باقي ما وصلوش الماء اللي هو دوار البراهيم. مازال المشكل ديال الماء قائم، لان كاين مجموعه ديال المناطق اللي كتدبر عن طريق التنظيمات المهنيه عن طريق الجمعيات المحليه، واللي تتعرض لمجموعه ديال المشاكل اللي تيخصنا ندخلو من حين لاخر باش اننا نلقاو، خصوصا فيما يتعلق بالمنطقه ديال ولاد سعيد وصاف، واللي مازال المشكل قائم حدود الساعه، مازال الناس ما كيوصلوش الماء، لان كاين فرق كبير ما بين الفاتوره وما بين المبالغ المستخلصه، الفاتوره غاليه والناس ما كيوصلوش لذاك الشيء اللي تيتخلصوا. تصادفوا عقد الدوره الاستثنائيه اللي تم وضعها، راه الاشاره ديال وزاره الشباب والرياضه والقطاع الارضيه باش انهم يتنجزوا جوج ديال الملاعب ديال القرى بماسين وبشرح مادي المركز. كان لقاء هنا في الجامعه اللي هي تهيئه حول موضوع تهيئه غابات بنزلاسن، واللي اطروه مسجد مياه الغابات ومكتب الدراسات، وتم تطرق للمقاربه التشاركيه فيما يتعلق التدخل في القطاع الغابوي، على اعتبار ان القطاع الغابوي تقريبا يمثل ثلث من المساحه الاجماليه ديال الجماعه ديال مشرح المدى.
في 22/12/2021 تم تقديم قاضي مقر عمل التورد مع السيد العامل والسيد مدير الاقليمي للتربيه الوطنيه. الموضوع ديالو هو حول الشراكات مع الجماعات، يعني فين كان فيه تدخلات المديريه بشراكه مع الجامعات على المستوى الاقليمي. نمشيو كذلك للمرحله ديال 30/11/2021 لقاء مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الكهرباء، حول الفاتورات، استخلاص الفاتورات بمركز مشرح حمادي المركز. ثم الموضوع الثاني يتعلق بتسليم الاشغال للدواوير المنجزه في اطار ربط 8 ديال الدواوير ديال الجماعه بالشبكه الكهربائيه، وفي نفس الساعه تم تسليم الاشغال ديال 3 دواوير اللي هي دوار حسين الحل، دوار سلطانات، ثم سيدي بالعباس، في انتظار ان باقي الدواوير انها يتم تسليم ديال الاشغال ديالها. كاين مجموعه ديال الدواوير اللي تخدمت في وقت متاخر، واللي الان كاين مشكل ديال ترخيص ديال طرق السياره بالمغرب، باش انه يخص المكتب الوطني للكهرباء تمرير الخط الكهربائي فوق ديال لوتوروت، فوق طريق السياره. وتم كذلك التداول في كيفيه اداء فاتوره الاستهلاك بماسين، على اعتبار ان كان تراكم ديال الديون بالنسبه للجمعيه ديال ماسين يتعلق بالتزويد ديال الماء. بطبيعه الحال بالتدخل ديال السلطات المحليه والمجلس الجماعي تم ايجاد الصياغه الملائمه وفق واحد المساعدات ولا واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي تتمكن الجمعيه ديال ماسين باش انها ترد الضوء لاخر ويتم ضمان التزود بماء ساكن الشرب. فقط نذكر كذلك بانه ب 20/1/2022 عقد رئيس المجلس لقاء اعتبر بمثابه لقاء مهم جدا مع النائب الثالث لرئيس مجلس جهه الشرق، وحضروا كذلك المسؤولين على الاداره بالجهه على ارضيه ديال ملفات مطلبيه وملفات ترافعيه واقتراحات ديال مجموعه ديال المشاريع تتعلق اساسا بالطرق والمسالك الطرقيه والماء الصالح للشرب، وكذلك ما يتعلق بالجانب السياحي، خصوصا ما يتعلق بتنميه لتوفير البنيه التحتيه الاساسيه في الجانب السياحي فيما يتعلق بالمركز المشرح المالي المركز. بطبيعه الحال كانت الاستجابه واسعه، وكانت يعني تم التداول على ملفات دقيقه ووفق دراسات ووفق كذلك مجموعه ديال الدراسات المتوفره، خصوصا الشطر الخامس ديال التزويد مناطق ماسين العليا. تعبئة الطرق التي تم انجازها مع بشراكه مع مجلس الجهه الشرق، واللي اكدوا لنا الناس ديال الجهه بانهم في هذه المرحله غادي يمشيو للتعبئه ديال الطرق اللي تم الانجاز ديالها بشراكه مع الجماعات، على اساس ملي كتوفنا ما تتصمدش بزاف، يلاه هما كيديروا التوفنو ويديروا الكبر. اذا هذا لقاء انا كنعتبره من اللقاءات المهمه. في 25/1 كذلك كان 2022 كان لقاء بمقر عمل التوريد مع رئيس مجلس جهه الشرق، واللي حضروا كذلك مختلف المصالح الخارجيه، وحضروا كذلك المجلس الاقليمي. الوكاله لكم توضيح حول الشبكه غير بالنسبه فواتر تاع الماء، الجمعيه تاع الرصاص كان عندها عده مستحقات من سنه 2019 ما مجموعه 25,563 درهم 2019، وغادي تقسيم شهور شهور ابتداء من شهر 3 حتى شهر 12 حتى فاتورة تخلص. نمشيو 2020 كلها ما تخلصتش، ما مجموعه 17,711.39. بالنسبة لسنة 2021 فواتيرهم في أداء ابتداء من شهر 8 إلى غاية شهر 12، بمعنى 5 فواتير أو 6 اللي عندهم في 2021.
كانت الجمعيه تاع الارصاد كانت واحد الاتزان واحد التعهد على اساس انها تؤدي الفواتير تاع 2019. الى يومنا هذا الفواتير ما تاداوش. كنكتب خصوص استخلاص الفواتير. ما يمكنش غير تعطيك واحد الخدمه ولا واحد الماء بدون استخلاص ديالها. توضيح تاع الشبكه التقديم ديالها ولا الاستلام ديالها او التسيير ديالها المكتب سي زموري غادي تكون توضيح في هذا الشيء. شكرا. الدوار الاقصاف المكتب هي ما فيهاش اشكال. يعني غادي يكون واحد الملتمس تكون واحد الدراسه على حساب نشوف الوضعيه ديال ديك الشبكه وغالبا هذيك الشبكه راه ممتلئه يعني غير صالحه باش انها غادي تدخل معنا فيها. دونك كاينه واحد الدراسه غادي نعرفوا دياغنوستيك ديال الريزو وغادي تكون غادي نديروا واحد دوفي واحد قيمه يعني استيماتيف ديال لي طرافو اللي ممكن يديروا باش تجدد الشبكه وديك الساعه يكون التسليم ما كاينش يكون غير ملتمس وصافي ما عندناش اشكال في الشغل. باش نعرفوا حنايا هاد الشبكه المتابعه الا كان تابع المكتب الوطني للمسائل العشر فهي مسؤوليه اكيده نتاع المكتب الوطني. يعني خص المكتب الوطني للمسائل العشر يكون عنده واحد الدور فعال ولو مؤقت يعني باش يخدم هاد الشبكه اما مصلحه الى حين اعاده قنوات جديده او شيء اخر. يعني هو ان إذن هنا ما يمكنش مثلا على جوج غادي تلتقيش لا بالنسبه لنا حنا ولا بالنسبه للدي اش يعني المبادره الوطنيه. بالنسبه للدور الاخرى كاين سيدي محمد هذيك فيها 10 يعني هنا كاين واحد نقول واحد الفكره. اذا كان عندكم الاطفال في شي فرعيه كاين عدد ديال الاطفال اللي فوق 10 يعني مثلا اما مدير المؤسسه ولا يعني ممثل ديال الساكنه يدير واحد الطلب للمدير الاقليمي مرحبا كيمشيو. كاين مشاكل هما باغيين يستافدوا بالضوء لان عندهم ما يخدموا بالضوء. دابا داك الباتري كيعطوا له الثلاجه كتخدم مشات شحال واحد انا كنجيبهم لك راه عندي داك الشيء الثلاجه مشات والضوء واش كيستعمل راه كيستعمل غير الضوء راك عارف الحاجيات ديال الكهرباء دابا فهاد هادو الصراحه انا كنطلب ان هاد الزكار فيها واحد 25 عائله ولا واحد 10 د العائلات هنا على جنب بومي بعدا وراه ماشي قرب كيلومتر من هنا بعاد يعني راه ماشي بعاد ولا ولا واحد الوقت يعني في واحد الموقع اللي يستاهلوا الضوء. هادو كنطالب يعني انه يخرجوا يديروا لهم دراسه ويستافدوا من الكهرباء يستافدوا من الكهرباء الطاقه الشمسيه. بالنسبه للتغطيه على مستوى الجامعات الحمد لله واحد النسبه الى ان شاء الله من تعاون هاد المشاريع اللي هي بطور الانجاز وصلوا واحد النسبه للتغطيه ديال 95% تقريبا على مستوى الجامعه بالشبكه واحد 4% ديال السولير تقريبا نقول واحد 98 ان شاء الله غادي تكون نسبه التغطيه ديال دابا واش غيبقى كما نقولوا ديما الفينيسيون اللي كتاخذ الوقت يعني غيبقى لك هذاك اللي بعيد وهذاك اللي ديجا عنده السولير وكرب ليه الضوء يعني تيبقى المشاكل اللي هي شويه كتحتاج. بالنسبه للدور اللي جاو في النقطه ديالكم سيد الرئيس كما سبقوا ذكر الاخوان كاين ولاد عمر بن احمد اللي هو بالنسبه لنا في لاباز الدومي راه ديجا الكتيفي ودوار داوود اللي تقريبا في 47 كانوا لا راه الكتيفي تبقاو واحد الحاله ديال التوسيعات هذا بوشطحه ودرع البلواط هاد السنوات يعني بعد يعني في لاباز الدومي ديالنا ديال لونوف هاد السنوات ما كاينش يعني تيبقى التحديد ديالهم. بالنسبه للسكا فهو فاليدي سولير وفيه شي 25 كيت انستالي ديجا انستالي غير بالنسبه للوينو فاش كيكون لو كيت سولير انستالي راه بصح الكتريفي لوينو اون فوا عنده الكيت سولير راه بحالو بحال واحد عنده لا هذا الحال شي 50 ومريض ما جاو ليك هو اللي راك ليه هو اللي يدير شي حاجه مرة ديال اللوز بالفقر في اللباس مابقاش النجاح الكبير بالمقارنة مع المناطق الأخرى مثلا الهسيب وبعض المناطق الأخرى. أولا حساب الميزانية، ثانيا على حساب المخطط ديال الجيل الأخضر دابا مازال ما عرفناش المسطرة باش نخدمو به. ثالثا دابا راه في هذا الجيل الأخضر ما بقيناش كنهضرو مع جمعية بوحدها، ما بقاش نهضرو مع السي سليمان بوحدو، خصنا اتحاد الجمعية ديال الجامعة كلها هي اللي تمثل الجامعة كلها. وهي ما عمرنا نهضروا ان شاء الله. دي جروب ديال ديريكت. مع كامل الاسف يعني هذا المنطقه بالضبط المرض اللي قلته هو كرونغا ولا كيتسمى بالعربيه تضرم تاجي هو واحد المرض اللي
كسب العراق بالضبط. وبالتالي كنا ما عندناش شي حل من غير اقتلاع ديك الفجار والاستبدال ديالها بالاغراس اللي هي كتكون اغراس ريزيست. واش كاين شي مرض يعني اصلا المشكل واش كاين يعني نتا كما قال السي جمال انه مريض يعني نقص المرض باقي الانواع ديال اللوز ولا انه يعني الجفاف يعني ربما وانه يعني انه الناس ديال الفلاحه ربما ما التزموش يعني ما داروش خدمتهم. المسؤوليه ديال من كنقولوا المرجع في الشتله المسؤوليه ديال بيبينيريس وعلى الاقل بعدا الاداره تدير معها الاجراءات اللازمه ملي بان المرض في داك الشيء يقلعو هو يقوم بالعمليه ديال الازاله ديال الشجيرات وهو يحرقهم وعاد خصو متابعه بالنسبه للاداره. عفوا ان الطرق الموجزه في اطار الشراكه مع الجهه الى فاتت 41 خمس سنين غادي تضيع. فكرنا باش نطالبوا بالتعديل ديالهم والتعديل انا كنشوف خدمنا ثلاثه الطرقان في المشروع الساعه اللي فاتت. شافت هي الاولويه بدات هذا رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثه احنا ما درنا في المقرر اللي سبق له ما درنا لا هذا رقم واحد ولا هذا رقم جوج ولا هذا رقم ثلاثه ولا هذا رقم اربعه. المقرر كان رزمنه شامله جات 130 كيلومتر على ما اظن كانت فيها كيفاش الصدر هذا السي ليمون ولا كاع شكون قلكم الاخوه دابا المقرر هذا الصفحه اللي كنهضروا عليها جات ما غاديش نجيو نعاودو نبيعو هذا الجديد نعاودو نشوفو ما قدرتش نحط الصفحه ولا الامكانيات راه كاين اولويات وكاين مسالك اللي راه تستحق تخدم فيها وكان المبرمجه وكاينه الدراسه ديالها هذا حنا بوتالوت مثلا وماشي غير حنا بوتالوت كاع ما قادر راه كنهضر السي الرئيس لا كنهضر السي عبد القادر الرئاسه واش انا قيس عليها انت حنا درنا اتفاق درنا اتفاقيه مع الجمعيه توجيه الاتفاقيه للسيد العالي التشير ورجعت الى الجماعه فيها ملاحظات كتعلق بتطبيق الماده الرابعه في اتفاقيه الشراكه بين الجماعه والجهه تتعلق بعدم تسليم حفله النقد المدرسي لاي جهه كيفما كانت لان الجماعه هي اللي خصها تسيرها. هذا الشيء شنو دار راسلنا السيد العامل تنطلبوا منه باش انه تاخذ لهم هذا مجلس الجهه انه يراجع هذه اتفاقية الشراكة وهما صافوا المراسلة لرئيس مجلس الجهة الشرق قصدا باش يديروا واحد الاتفاقية ملحقة اتفاقية الشراكة يصادق عليها مجلس الجهة الشرق وتصافت للسيد العامل وتجي للمجلس عندنا باش انها نصادقوا تكون من حق الجامعة انها تسلم هذه الحافلة ديال النقد المدرسي لجمعية بسمة باش انهم ينشطوا هذا الخط ما بين سيدي العباس سيدي ميمون وعمارة وربوعة نحو العيون نتعلق بهذا التلاميذ السلاسل الذين حدود الساعه كنتظروا المراسله ديال السيد العام السيد الكاتب العام ديال العماله السيد الرئيس الولايه السابقه ديال السي سعيد الزري كان دار لهم واحد الشكايه العماله بانهم كيديروا ديك الواجبات الجماعه كان عندها الاول الاسم ديالها كاس فيس ولما جاو غيروا الاسم ديالها الولايه المكان سيد العام الانتقالي جا خلص واحد 4000 ومية ربما 65 متر مقطع شوية خلصها الجماعة خلصها الجماعة ماشي باش تغير الاسم ديالها وغير الاسم ديالها هذا الجماعة ما خلصها السيد الرئيس من 2014 حتى 2022 وكان دار طلب الاغتيال ديال هذاك المقلع يعني من المقلع للمنجم صار معنا في الدورة الوقت ديال اللي هو دارت علينا التوضيحات الكافية والانقطاع ديالهم يعطينا الزورة فين هذا المكان اللي باغي يجيو وممثل الشركة حتى هو يجي ونعطينا الرضا عرض علينا شنو عنده شنو الرقم ديالو باش أولا يسوق الوضعية ديالو المالية مع الجماعة وثانيا يعطينا التوضيحات الكافية إحاطة العلم المجلس بكل المطاعم باش أنه يقدروا يصدقوا لنا ما عارفينش فين وما عارفينش الزراج واش كاين تأثير ديال السكان هذا هو اللي تيهمنا حنا واش كاين شي سكان مجاورين عندهم الآخر وثانيا اللي كيهمنا أكثر هو الموارد بالنسبة للجماعة الوضعية اللي كاينة هنا أولا نحن نتواجد النفوذ الترابي ديال جامعة مشرق الملك قبل كنا كنتواجدوا في النفوذ الترابي ديال جامعة ترابية أخرى اللي هي اللي
معناها احنا في الوضع القانوني هذا هو الصحيح ماشي اللي كنقول هذا المبرر اش كنقول لك انا مبررات هذا المبرر رقم واحد المبرر رقم اثنان هو ان ظروف العمل الاداريه لم تكن متوفره في مدينه كبيره ما كانتش متوفره